السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد الله الاكشن. طبعا بعد انا شرت منشور على جروب نكهات الحوري وعلى جروب سوق الشرقاطه المركزي، فجتني هواية تعليقات اغلبها سلبيه اغلبها تحفيزيه، تعليقات تحفيزيه. شكرا كل واحد اشترك بالقناه وفعل الجرس على قناتي على اليوتيوب. ان شاء الله محتوى اني معكم عبد الله رياكشن، ما يعرفني خلوا يبحث باليوتيوب، اكتب فوق عبد الله رياكشن راح يطلع لي، راح يطلع له. اعمل ردات فعل على المقاطع الاخرى، اعمل نوبات فلوقات تحديات، مقاطع شويه يعني مثل ما تقول ضحك كوميديا. فاكو ناس تقول لي انت محتواك هابط، فهو ليس هابطا، يعني محتواي مو هابط، انما البدايه شويه صعبه. هسه انا لو اجيب مليون، خلينا نقول كمثال اطبقه، خلينا نجيب لو مليون، عندي مليون مشترك، ما حد يقول لي محتواك هابط. وثاني شيء الواحد من يبدي من البدايه، انا بديت من الصفر الصراحه. فيعني المهم جتني هواي تعليقات، وهذا اكيد 100% اكو ناس ضدك واكو ناس معك 100%، هذا تاكيد من مجتمعنا خاصه. المهم انا ما يهمني هيش تعليقات، وشكرا لكل واحد علق وشارك الفيديو، وتحياتي لكم. حبيت اوضح لكم هذا المقطع، وراح انشره هسه بالجروبات اللي يوافقون جروبات نكهات الحوري، تحياتي لهم. المهم لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، وتحياتي لكم. نسيت شغله من ناحيه الدشداش، اكو ناس يقول لي ليش تلبس دشداش وهذه الدشداش، انا احسها افضل علي، يعني مثل ما تقول البس دشداش شويه، يعني مثل ما تقول مراهن. المهم وبخصوص اللهجة، اكو ناس تاخذ اللهجة غير مرة، فاللهجة هي اشنا لهجتي شوية ريفية، انا ما اقدر اغير اللهجة طبعا، بس الواحد يعني يبدي بعقله، يعني مثل ما تقول يبدي باللهجة اللي عارفها احسن شيء على مود ما يخربط بعدين. وتحياتي لكم، وباي اشوفكم في فيديوهات الجاية، تحياتي لكم.